المختفية. في العام 2002 كانت قد انقضت 10 سنين على استقرار حمادي بن حمود في مساكن. لما جاء إليها لم يكن في نيته الاستقرار بها. يعمل حمادي بناء، لعدة سنوات اشتغل في مقاولة يديرها رجل من المنستير. حين يتحدث عن تعلمه حرفة البناء لا ينكر أن عمله في تلك المقاولة مكنه من اكتساب خبرة ومهارة. أحيانا يمضي في تفسير ذلك إلى أن عمله في تلك المقاولة كان يوفر له حماية كاملة. المقاول يتحمل المسؤولية في كل شيء، أما الآن فعليه أن يحسب 1000 حساب لكل خطوة يخطوها وكل قرار يتخذه. صحيح أنه لا يعد نفسه مقاولا، ولكنه لا يستثني من أحلامه أن يصير كذلك ذات يوم. يتردد حمادي الذي بلغ من العمر 33 عاما على محل حلاق معروف. محلات الحلاقين كثيرا ما كانت فضاء للقاء والثرثرة في كل المواضيع، الخاص منها والعام، والكلام في السياسة والاقتصاد والرياضة. هناك من يختارون مجالسة الحلاقين بحثا عن خبر أو عن فضيحة يحملها أحدهم معه متظاهرا بأنه لا يعلم شيئا. وكذلك كان حمادي من بين الذين علموا قبل كثيرين بالقبض على المنجي الذي يعمل في وكالة بنكية واتهامه باختلاس أموال. كان ككثيرين من زبناء الحلاق بعماري يتابعون أحاديث في السياسة بما يلامس التعرض لشخص رئيس الجمهورية، ويستمعون إلى كلام في الرياضة يتخذه أصحابه من مقتطفات تعاليق سمعوها في قنوات تلفزيونية. لا يشك حمادي ولا أي ممن يأتون إلى حانوت الحلاق في وجود من ينقل كل ما يدول من كلام في السياسة وما سواها إلى مصالح يهمها أن تعلم، ولا أحد يستطيع أن يحدد من الذي يقوم بتلك المهمة. قبل 5 أعوام وكان لا يزال يعمل في مقاولة البناء، ارتبط حمادي بفتاة تسكن غير بعيد عن الورش حيث كان يعمل. كان يرى برفقتها من حين إلى آخر، وبدت علاقتهما وقد تطورت إلى علاقة حب ومشروع زواج. كذلك بدا لمن دفعهم فضولهم إلى تتبع تلك العلاقة. ثم صارت الفتاة تتردد على منزله، وكان أصحابه يمازحونه ويسألونه عن موعد حفل الزفاف. كان يتحاشى كل رد ويكتفي بابتسامة لها معاني مختلفة لكل أن يقرأها كما يشاء. ثم اختفت الفتاة، وظن الذين كانوا يتابعون غراميات حمادي أن الشابين افترقا. لم يجرؤ أحد على سؤاله، ثم ابتعد عنهم بأن غادر المقاولة وصار يعمل لحسابه الخاص، يقوم بإنجاز أشغال بناء محدودة أو أعمال تبليط في منازل قديمة. ظل حمادي الذي ينحدر من بن حسان يحتفظ بالسكن نفسه الذي اكتراه في العام الثاني لاستقراره في مساكن. ولما تحسن حاله ماديا عرض على صاحبه أن يبيعه إياه، ولكنه رفض. في العام 2007 ذات صباح ربيعي من أبريل طرق بابه رجلان وامرأة. تقدم إليه الرجل وقال له إنه عم ليلى. تظاهر بأنه لا يعرف امرأة باسم ليلى. إذ ذاك تقدمت المرأة التي كانت برفقة الرجلين، قالت له: اسمع يا ولدي، أنا أعلم جيدا أنك تراوغ وتدعي أنك لا تعرفها، أنا أمها وكانت تحكي لي عن كل شيء، ما أريده منك أن تدلني عليها. كان ينظر إلى الأرض وكأنه يتحاشى عيون تلك المرأة. لا أعرف أين هي، لقد افترقنا منذ 2 عامين الآن. يومها قالت لي إنها ترغب في الهجرة إلى إيطاليا. قلت لها إنني لا أفكر في الهجرة، ثم ذهبت، لم أرها بعد ذلك. نظرت إليه المرأة التي تنزع إلى البدانة بعينين دامعتين: والله لم أرها منذ إذن. نظرات المرأة المكلومة كانت تقول له إنها لا تصدقه فيما يقول. الرجل الذي قال إنه عمها مر أمامه، نظر في عينيه،
ستظهر الحقيقة. لم يضف شيئا آخر ومضى تتبعه المرأة ورفيقهما. في سجلات الشرطة أن ليلى بعيد اختفت مساء 18 من ماي من العام 2005 في ظروف غامضة. كانت وقتها في 18 من عمرها. توقفت عن الدراسة قبل عامين. والدتها التي أبلغت عن اختفائها لم تتهم أحدا ولم تدلي بأي معلومات، ولكن زيارتها الأخيرة إلى منزل حمادي عادت منها بمعلومة لم تكن لديها، أن ليلى ابنتها كانت تريد الهجرة إلى إيطاليا. هل ركبت قاربا من قوارب الموت؟ هل تمكنت من بلوغ الساحل الإيطالي أم أن نهايتها كانت في قاع البحر؟ لم يكن للسيدة فطيمة التي ترملت قبل 16 سنة أن تحتفظ لنفسها بما سمعته من حمادي. قصدت مركز الأمن وطلبت مقابلة المسؤول الأول فيه. بالنسبة للمحققين فإن البحث الذي أجري لم يأتي بشيء. قال الضابط إن القضية لم تعرف جديدا. إذ ذاك أخبرته بأنها حصلت على معلومات تقول إنها قد تكون هاجرت أو حاولت الهجرة إلى إيطاليا. استوقفته تلك المعلومة فسألها عن مصدرها. ترددت قليلا ثم قالت حمادي. حمادي من؟ سأل الضابط. حمادي يا سيدي كان يقيم علاقة مع ابنتي، وقد أبلغتني بأنهما كانا ينويان الزواج. قلب الضابط الوريقات التي يحتويها الملف الذي بين يديها، ثم نظر إليها. أطال النظر ثم سألها، ولكن لما لم تبلغي عن تلك العلاقة يوم أبلغت عن اختفاء ليلى؟ كان صمتها يعني للضابط أنها أرادت التكتم على شيء ما. لما لم تبلغي بذلك؟ لست أدري، قالت والدمع ينهمر من عينيها، ثم أدلت بعنوانه. مساء ذلك اليوم الذي طرقت فيه أم ليلى بابه، مر حمادي بمحل صديقه الحلاق. كان لديه زبون وحيد. جلس على أريكة وأمسك بصحيفة تعود إلى أسبوع مضى. كان واضحا أنه لم يكن يقرأ ما فيها من مقالات. قلب صفحاتها بسرعة. بدأ أن لا شيء استوقفه أو شد انتباهه. لما مضى الزبون جلس الحلاق بجواره. أراك مهموما، أتمنى أن لا يكون أصابك مكروه. رفع إليه نظره واكتفى بابتسامة تكلفها. ثم بعد دقائق ولم يكن الحلاق قد ألح عليه، نطق من تلقاء نفسه. تعلم صديقي لقد جاءني إلى المنزل صباح اليوم رجلان وامرأة. قال أحد الرجلين إنه عم تلك الفتاة ليلى، هل تذكرها؟ نعم تلك التي كنت مرتبطا بها. نعم. والمرأة قالت إنها أمها. قالوا إن ليلى اختفت، وما ذنبي أنا؟ لقد قررت أن تعبر إلى إيطاليا ورفضت أنا أن أغامر. هل وصلت إلى إيطاليا؟ لست أدري، ولكن حمادي فيما أذكر أنك من توسط لها لدى من أخذوها معهم في تلك الرحلة إلى لامبيدوزا. نعم، ولكني لم أرى ذلك الرجل منذ ذلك الحين. ودفعت له؟ نعم دفعت له. لم يحاول الحلاق بعماري المضي أبعد من ذلك في الحوار، بينما نهض حمادي وودعه وانصرف إلى منزله. مر أسبوع على لقاء حمادي بوالدة ليلى لما طرقت الشرطة بابه. كان الوقت ظهرا. أخذ إلى المقر المركزي للأمن في مساكن. كان عليه أن يجيب على أسئلة فيها الكثير من التدقيق في التواريخ والمواعيد وفي الكلام الذي دار بينه وليلى. كان المحققون يركزون على ما دار بينهما في اليوم الأخير الذي رآها فيه. سئل عن المكان الذي التقيا فيه، رد بأنهما التقيا للمرة الأخيرة في منزله. تقرر تفتيش المنزل، ولكن التفتيش لم يفض إلى ما يدل على أن الفتاة مرت من هناك. وقد هم الباحثون بإخلاء سبيله، ولكن ضابطا مجربا اعترض وقال إن الأمر بحاجة إلى تحريات إضافية. مضى الضابط إلى صاحب السكن الذي يكتليه حمادي. علم منه أنه عرض شراءه، وأنه قبل عامين طلب السماح له بالقيام بأشغال فيه.
بالنسبة للباحث الذي أصر على الاستماع إلى صاحب البيت، فإن ذلك قد يخفي أشياء كثيرة. أعيد الاستماع إلى حمادي، وطوقه المحققون بأسئلتهم، وركزوا على طبيعة الأشغال التي قام بها في سكنه قبل عامين. تحدث عن التبليط وعن الصباغة. فاجأه أحد الباحثين بأن قيامه بتلك الأشغال صادف بشكل غريب الفترة التي اختفت فيها ليلى. أين هي؟ جاءه السؤال بغتة من باحث لم يكن يرى وجهه. هي هناك، قالها وانهار. تم النبش في أرضية السكن تحت الزليج المزركش في صدع بعمق 80 سنتيمترا كانت ترقد رفات ليلى. اعترف حمادي بأنه قتلها لما أصرت على السفر إلى إيطاليا. قال إنه خنقها حتى الموت، وهو ما أكدته نتائج التشريح الذي أخضعت له الرفاة. المحققون لم يقتنعوا تماما بما زعمه من أنه قتلها لأنه لم يتقبل أن تفارقه.